أغلق متظاهرون إسرائيليون طريقا رئيسيا في تل أبيب، وذلك في إطار الاحتجاجات المطالبة بعقد صفقة تبادل وتنحي حكومة أقصى اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو. ودفعت الشرطة الإسرائيلية بتعزيزات كبيرة إلى مكان موقع التظاهر للتعامل مع المحتجين. وخلال الأيام الأخيرة تصاعدت حدة التظاهرات ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب والقدس المحتلة للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة ووقف الحرب على قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل المحتجزين. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف أحمد جمعة، الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا أستاذ إيمان، شكرا على الاستضافة. أولا، نشهد اختلافات عميقة داخل الحكومة الإسرائيلية، مظاهرات إسرائيلية داخلية مناهضة للسياسة الإسرائيلية في التعامل مع ملف الحرب، انتقادات دولية جديدها انضمام الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل في هذا الملف، محاكمات دولية ومذكرات توقيف بحق القادة قادة الحرب الإسرائيليين، هذا طبعا بالإضافة للخسائر المادية والبشرية اليومية التي يتعرض لها الاحتلال الإسرائيلي. في ظل هذه المعطيات، كيف تتوقعون الردود، ردود الفعل الإسرائيلية، وما هو أفق الحل بالنسبة لهم؟ بعد التحية لحضرتك، بالتأكيد الصراعات الداخلية يعني وصلت إلى أوجها داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بداية باستقالة بني جنتس وأيزنكوت من مجلس الحرب الإسرائيلي، وتلا ذلك صدام ما بين حزب شاس اليميني المتطرف الديني المتطرف عفوا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتهديده بإسقاط هذه الحكومة داخل الكنيست. بنيامين نتنياهو يعني يدفع بإسرائيل نحو الانهيار الكامل اقتصاديا وسياسيا وكذلك عسكريا، يعني حتى الآن في ظل هذه الحرب 70,000 مقاتل إسرائيلي أصيبوا بإعاهات، وكذلك أكثر من حوالي 3,000 عنصر قتلوا في هذه الحرب وهذه المواجهة. الوضع الاقتصادي متدهور للغاية في ظل تردي الوضع الاقتصادي في إسرائيل، خسائر كبيرة في السياحة وكذلك في عدة قطاعات وشركات أخرى. تصنيف الشركات الإسرائيلية والاقتصاد الإسرائيلي تم تصنيف هذه الشركات بشكل سلبي، نظرة سلبية مستقبلية، وكذلك الصراع السياسي. إسرائيل تغذي من الداخل بسبب سياسات بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو يريد أن تستمر هذه الحرب لأطول فترة ممكنة، لأنه سيكون يعني المسؤول الأول عن الانهيار الذي تتعرض له إسرائيل، وكذلك سيحاكم على جرائم الفساد أو جريمة ما يصفه إعلام إسرائيل بجريمة 7 أكتوبر التي تحملها رئيس الوزراء. والأخطر من ذلك هو الصدام مع المؤسسة العسكرية في ظل التصريحات والقرارات التي تؤخذ بشكل فردي. يعني رئيس الأركان الإسرائيلي قرر الإعلان عن هدنة، ما يسمى بهدنة إنسانية مؤقتة لعدة سويعات في جنوب قطاع غزة، وبعد ذلك هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا القرار. الصدام ما بين المؤسسة العسكرية والسياسية، سيأتي خلال الفترة المقبلة تصريحات دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال عندما قال أن حماس فكرة ولا يمكن القضاء عليها، هي تصريحات مناقضة تماما لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال. أيضاً حتى إذا كان بنيامين نتنياهو يريد الاستمرار في هذه الحرب لأسباب سياسية، هل يمكن أن يستمر في هذا المخطط في ظل الخلاف الذي جد على الساحة مع الولايات المتحدة والذي أصبح يعني واضح أمام الجميع؟ الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست جادة في فكرة الضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي. عندما تعلن عن تجميد شحنات سلاح لجيش الاحتلال تتراجع عن هذا القرار خلال أيام. إدارة الرئيس جو بايدن هي الأضعف على الإطلاق في تاريخ الإدارات الأمريكية. نتنياهو يستغل عامل الوقت والظرف السياسي الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية مع اقتراب إجراء الانتخابات، وهو يراهن على دونالد ترامب كمرشح يمكن أن يقدم دعما كبيرا. لكن إسرائيل تتغافل على أنها تحارب على عدة هدهات، تحارب في سوريا وتحارب في العراق وتحارب مع حزب الله شمال فلسطين المحتلة
مع الجنوب اللبناني وكذلك الجبهة الجنوبية، كل هذا يضغط على إسرائيل بشكل كبير وسيكبدها خسائر أكبر. إذن ما هو أفق الحل أستاذ أحمد بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟ يعني أفق الحل، الجانب الإسرائيلي حدد 3 أهداف للعملية العسكرية في قطاع غزة، لم ينجز أي من هذه الأهداف بشكل كامل، سواء تدمير قدرات حماس العسكرية أو القضاء على حكم حماس أو تحرير كافة الرهائن والأسرى، والتصريحات التي تصدر من الجانب الإسرائيلي تؤكد أنه من الصعب تحرير كافة الأسرى الإسرائيليين أحياء وأن الأمر ليس سهلا. أفق الحل يمكن أن يأتي بضغوطات أمريكية حقيقية ومنع توريد أي أسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة للمقاطعة التي يمكن أن تلعبها دول الاتحاد الأوروبي على المستوطنات ومنتجاتها وفرض عقوبات على قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك على المستوى السياسي هذا يمكن أن يحجم إسرائيل ويحاصرها بشكل كامل ويجبرها على الموافقة على أي طرح لوقف إطلاق نار. كيف سيكون مصير هذه المظاهرات التي نراها بين الحين والآخر في الشوارع الإسرائيلية والخروج بالآلاف للتعبير عن رفض هذه السياسة المتبعة والمطالبة بعودة الأسرى الإسرائيليين؟ يعني هذه المظاهرات تشكل ضغطا كبيرا على المستوى السياسي والعسكري بشكل أكبر، فقد المستوطنون الإسرائيليون ثقتهم الكاملة في هذا الجيش الذي لم يتمكن من حماية الأراضي التي احتلتها إسرائيل في الجنوب أو حتى في الشمال. يعني هناك هجرات عسكرية عكسية من المستوطنين اليهود إلى أوروبا بسبب السلوك الإسرائيلي وعدم قدرة جيش الاحتلال على حماية المستوطنين، كذلك يضغط هؤلاء على الحكومة كي يجبروها على الجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى والدفع نحو إبرام صفقة لتبادل الأسرى حتى لو كانت صفقة الكل مقابل الكل وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من غزة، لأنهم يرون المعاناة الكبيرة للمقاتلين الإسرائيل أو جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، المعاناة كبيرة، التصريحات الصادرة من الجيش غاضبة للغاية، وبالتالي هذا سيؤدي لصدام ما بين المستوى السياسي والعسكري. شكرا جزيلا أستاذ أحمد جمعة الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية.